بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، ما زلنا مع إعداد الداعية ومقومات الداعية الناجح، وقد توقفنا في المرة السابقة مع المبحث الرابع والحديث عن الصفة الرابعة التي يتحلى بها الدعاة إلى الله عز وجل، وهي رحابة الصدر وسماحة النفس. وذكرنا تحت هذا العنوان التحلي بالرحمة والشفقة، وذكرنا لذلك أدلة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الحلم والأناة وأيضا دللنا عليها، وتوقفنا عند الحديث عن العفو والصفح. وهذه من أهم الصفات التي يتحلى بها الدعاة إلى الله عز وجل، كما سبق الحديث عن الحلم وفيه ما فيه من كظم الغيظ وضبط الغضب، ثم جاء الحديث عن الأناة التي فيها تبصر بالأمور وتأنن في التصرف والاستناد إلى الرحمة بالجاهلين. كل ما سبق هذا يثمر العفو والصفح. لماذا؟ لأن القلوب الكبيرة قلما تستجيشها دوافع القسوة. القلوب الكبيرة قلما تستجيشها دوافع القسوة، فهي أبدا إلى الصفح والحنان أدنى منها إلى الحفيظة والاضطغان. القلوب الكبيرة قلما تستجيشها دوافع القسوة، فهي أبدا إلى الصفح والحنان أدنى، يعني أقرب منها، إلى الحفيظة والاضطغان، أي أن تمتلئ القلوب بالغضب وتشحن بالضغائن ونحو ذلك. هذا ما ينبغي أن تتنزه عنه قلوب الدعاة خصوصا. وما دام الداعية ينظر إلى من يدعوهم نظرة رحمة وشفقة، فإنه بالتالي يعفو ويصفح، كما قال الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وسيأتي بعد قليل أثر بيان أثر هذه الآيات في نفوس الصحابة الذين هم النماذج والأمثلة للدعاة إلى الله عز وجل، كما سنضرب لذلك أمثلة بعد قليل إن شاء الله تعالى. جزاك الله خير. وإذا كان هذا هو شأن الداعي المسلم بالنسبة لمن يدعوهم ويحتمل صدور الأذى منهم، فإن عفو الداعي وصفحه عن أصحابه أوسع، كما قال الله عز وجل أمرا النبي صلى الله عليه وسلم: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وكلنا يذكر قصة الإفك وحادثة الإفك وكيف كان وقعها على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. كان وقعها شديدا، يعني تكلم الناس في عرض ابنته، في عرض عائشة رضي الله عنها، لما أشاع المنافقون عنها ما أشاعوا. وكان مسطح أحد هؤلاء الذين تكلموا في عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ورضي الله عن مسطح وغفر له. وكان الصديق رضي الله عنه يحسن إلى مسطح وينفق عليه، وكأنه قد نسي أو تناسى حق الإسلام وحق الإحسان وحق القرابة، كان قريبا للصديق، مما أثار حفيظة أبي بكر ودفعه أن يحلف ألا يصله، أن يقطع هذه الصلة وهذا المعروف وهذا الإحسان عن مسطح. فلما نزل قوله تعالى: ولا يأتلي أولو الفضل منكم، ولا يأتلي يعني يأتلي يعني لا يحلف، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. عفى الصديق رضي الله عنه وصفح عن مسطح وعاد إلى عطائه الأول، وقال: أحب أن يغفر الله لي، والله لا أقطعها عنك أبدا. يعني انظر لهذا، هذه الأخلاق، مع أنه وقع في عرض ابنته، ورغم ذلك هو كان قبل هذه الحادثة وقبل هذه
القصة يحسن إليه وينفق عليه ويصله، ثم هو لم يراعي ذلك كما يقولون وخاض في عرض عائشة رضي الله عنها وغفر لمصطح، ومع ذلك لما نزلت هذه الآية كان لها أعظم الأثر في نفس الصديق رضي الله عنه، وعاد إلى عهده الأول، إلى سابق عهده، ووصل مصطح والإنفاق على مصطح رضي الله عنه وأرضاه، رغم الإساءة البالغة التي وجهها إليه مصطح وإلى ابنته، ومع ذلك كانوا وقافين عند كتاب الله، كانت الآيات تنزل عليهم فتنفذ وتطبق مباشرة، لا تأخير ولا تلكؤ، وإنما سرعة استجابة منهم لأمر الله عز وجل ولتوجيهات القرآن. والداعية الذي يهدف إلى استمالة القلوب وهدايتها لا يقسو، لأن القسوة التي استنكرها الإسلام جفاف في النفس لا يرتبط بمنطق ولا عدالة، إنها نزوة فاجرة تتشبع من الإساءة والإيذاء، وتمتد مع الأثر المجردة والهوى الأعمى. ولذلك نفس الداعية أعظم ما تكون أو أبعد ما تكون عن هذه الأخلاق. وأحيانا قد يقصد الداعية لا مانع وفي حدود الشرع، ولكن نتكلم عن الغالب وكيف يكون الداعية ناجحا في قومه ومع الناس. رحابة الصدر وسماحة النفس تنتظم الرحمة التي تدعو إلى الحلم، وبالتالي يقود هو إلى العفو، فيكون من وراء ذلك كله التأثير في الناس، لأن الإنسان طبع وجبل على أن يتأثر بالإحسان، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وهذا أمر مشاهد، حيث نرى أن من كان سمح النفس يستطيع أن يظفر بأكبر قسط من محبة الناس له وثقة الناس به، لأنه يعاملهم بالسماحة والبشر ولين الجانب والتغاضي عن السيئات والنقائص، فإذا دعاه الواجب إلى تقديم النصح كان في نصحه رقيقا لينا سمحا هينا، يسر بالنصيحة ولا يريد الفضيحة، يسد الثغرات ولا ينشر الزلات والعثرات. ما أجمل هذه الصفات حينما يتحلى بها الدعاء. وبعض الدعاء ممن لا يتحلون في أنفسهم بهذه السمة تجدهم يندفعون مع أدنى خطأ أو أقل عثرة، وإذا بهم يدعون بالويل والثبور وعظائم الأمور، وكثيرا ما يواجهون الناس بالأحكام الدامغة الخطيرة من الفسق أو الابتداع أو التساهل ونحو ذلك. ما يصدر شيء من العلماء ولو كان يسيرا إلا وتجد أمثال هؤلاء يتصيدون هذه الأخطاء ويشنعون بها على الدعاة والعلماء، كأنهم نسوا أو تناسوا كل ما كان من إحسان العلماء إليهم وإلى أمتهم، ولم يجدوا فقط إلا هذا الخطأ وهذا الخلل الذي يرجع عنه الدعاء والعلماء إذا ذكروا به. وهؤلاء، أعني هؤلاء الصيادون، كثيرا ما يستزلهم الشيطان بهذه الحمية الزائفة التي لا تأتي في موضعها الصحيح، والشيطان ينفخ في حميتهم بأن الحق أحق أن يتبع، ويثير التساؤل أين الغيرة الإيمانية والحمية الإسلامية ليغطي على الأناه التي تنظر في عواقب الأمور، وعلى الحلم الذي يضبط النفوس والرحمة التي تستميل القلوب. وبعض هؤلاء وللأسف يندفعون أحيانا خوفا من أن يتهموا بعدم الغيرة أو التميع أو التساهل، ولا يفهم من ذلك كله أن كل فاعل لذلك مذموم، ولأن كل موقف يقتضي الحلم واللين، فقد أشرنا فيما سبق إلى ما ينقض هذا الفهم، ولكننا ننوه إلى صور موجودة في الواقع ناشئة عن أفهام قاصرة وممارسات خاطئة. ومن الأمثلة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي يظهر فيها حلمه وصبره وصفحه صلى الله عليه وسلم، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية. الحاشية اللي احنا بنسميها الايه؟ الياء، هي الايه التي تكون خلف الرقبة. هذا الذي كان يلبسه ويرتديه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان غليظ الحاشية، يعني ما ارتفع من الثوب حول العنق، فأدركه أعرابي فجبذه، وهي نفس معنى جذبه، فجبذه بردائه جبذة شديدة. يعني تصور معي الموقف عندما يمسك إنسان، لا أقول الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لو فعل هذا مع بعض العلماء
ربما أنت لا تحتمل أن يصدر ذلك من جبذه جبذة شديدة، حتى نظرت كما يقول أنس حتى نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته. كيف تكون وكم تكون هذه الجذبة؟ يعني تأمل معي حتى تؤثر في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم كم تكون شديدة. ثم قال يا محمد، انظر حتى لأسلوب الخطاب، يقول يا محمد، ما يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يقول يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك ثم أمر له بعطاء. أين العقوبة إذن؟ وأين حظ نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يكون هذا أبدا عند الدعاء، يغلظ عليهم الناس ويشتد عليهم الأجلاف القساة، ومع ذلك يقابلون هذا بالحلم والصفح والرفق، لأنهم يريدون استنقاذهم من النار، ولو اشتدوا عليهم لربما تفلتوا من أيديهم فسقطوا في جهنم والعياذ بالله تعالى. وصدق صلى الله عليه وسلم عندما يقول من بدا جفا، يعني سكان البادية سكان الصحراء فيهم هذه الجفوة وهذا هذه الشدة، فيهم هذا الغلظ في الأخلاق. ولذلك ينبغي أن ينتبه الدعاة لهذه الصفات، ويحاولون قدر المستطاع تغيير الأخلاق التي طبعوا عليها وجبلوا عليها، لأن الأخلاق عندنا في الإسلام قابلة للتغيير وقابلة للتحسين بإذن الله تعالى. ومن هذه المواقف أيضا صبره صلى الله عليه وسلم على ما صدر من الكفار نحوه عندما ذهب يدعوهم إلى الله عز وجل في واقعة الطائف. تقول عائشة رضي الله عنها وهي تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، اسم مكان يعني في الطريق من مكة إلى الطائف. فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال يا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين يعني إن شئت ذلك فعلته. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. هذا الحديث يبين كيف كان الأذى شديدا على نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عائشة تسأل هل أصابك شيء من الأذى أشد من يوم أحد، وأنتم تعلمون ما أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم أحد والإيذاء النفسي الذي حدث له وقتل الكثير من أصحابه رضي الله عنهم، ومع ذلك يبين لها أن هذه الرحلة إلى الطائف كانت أشد عليه مما حدث له في يوم أحد. ومع ذلك ومع غلظ الرد وقسوة الرد من هؤلاء يعني قوم ثقيف، لما يرسل الله عز وجل إليه جبريل ومعه ملك الجبال لينتقم له من هؤلاء يعفو عنهم ويصفح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذه المواقف أيضا التي وردت في السنة ما عامل به رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة بعد أن أمكنه الله منهم، يعني من أهل مكة وماذا فعلوا فيه صلى الله عليه وسلم وكيف عاملوه؟ إنهم قد أسرفوا في إيذائه وأمعنوا في اضطهاده، بل أخرجوه من بلده وتآمروا على قتله، قذفوه بكل بهتان من قول الزور. انظر كيف هو وقد دخل فاتحا صلى الله عليه وسلم في جيش كبير لم تعرف الجزيرة مثله، يكتسح مكة وتطأها خيله، انظروا إليه والبلاد في رحمته يشملها عفوه، والسادة والزعماء الذين عتوا في الأرض وفعلوا معه الأفاعيل
يجزون بالبر والإحسان ويعاملون بالصفح بالعفو والصفح الجميل. وأما حكام الأرض في أمثال يعني من أمثال الموجودين في هذه الأيام، لو كان أحدهم هو الذي فتح مكة لا تعرف لأمثال هؤلاء غير قطع الرؤوس، يعني ما كان ترك شيئا من إنس أو حيوان إلا وأتلفه في مكة. والحروب فيها من القسوة ما فيها كما تعلمون وكما تعرفون في كتب السير والتواريخ. هؤلاء الذين عذبوا أصحابه صلى الله عليه وسلم، بل وآذوه هو صلى الله عليه وسلم، بل وطردوه من مكة، ومع ذلك يقولون له ما يعني يقول لهم ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. يعني انظر يعني إيذاء سنين كاملة، سنين طويلة، يعني يمحى بهذه الكلمات التي ربما لا تستغرق عدة ثوان. ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. فيقول لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. كيف كانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم؟ وصدق الله إذ يقول وإنك لعلى خلق عظيم. وهذه الأخلاق الجميلة الرائعة التي تحلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الداعية الأول القدوة، جعلت أصحابه يحبونه أعظم الحب، بل يفضلون أن يؤذوهم في أنفسهم وألا يؤذى هو صلى الله عليه وسلم. انظر لقصة زيد بن الدثنة كما رواها البيهقي وغيره عن عروة، قال لما أخرج المشركون زيد من الحرم ليقتلوه بالتنعيم، لما أخرج المشركون زيدا من الحرم ليقتلوه بالتنعيم وقد اجتمع في الطريق خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة، فتواصيا بالصبر والثبات على ما يلحقهما من المكاره. قال أبو سفيان وهو مشرك يومئذ، قال لزيد أنشدك بالله يا زيد، يعني يقسم عليه، يعني الأمر مؤكد عنده، أتحب أن محمدا الآن مكانك؟ هو صلى الله عليه وسلم في نظر أبو سفيان هو السبب فيما يجري لزيد وأصحابه، فيقول له أتحب أن محمدا الآن مكانك صلى الله عليه وسلم تضرب عنقه وأنك في أهلك؟ يعني كأن إنسان فعل بك وفعل وتسبب في إيذائك ثم يقال لك هل ترضى أن يكون هو مكانك الآن؟ أتحب أن محمدا الآن مكانك وتضرب عنقه وأنت في أهلك؟ فقال زيد والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة وأني جالس في أهلي. انظر للحب الذي في قلوبهم، هو يقول له ترضى أن محمد يجي مكانك الآن تضرب عنقه بدلك؟ فيقول مش يجي مكان، لا أحب وهو في مكاني أن تصيبه إيه؟ شوكة. أبو سفيان يعترف فيقول ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا، ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. أين حب الناس لكم معشر الدعاء؟ ما قدركم في قلوب الناس؟ كم حب الناس لكم؟ الأخلاق المعاملة هي التي تستجلب بها هذه المكانة في القلوب. والأثر ذكره ابن كثير في البداية والنهاية. ومن ذلك أيضا ما رواه البيهقي وابن إسحاق أن امرأة من الأنصار قتل أبوها وأخوها وزوجها شهداء يوم أحد، فقالت لما أخبرت بذلك، يقال لها قتل أخوك، قتل أبوك، قتل زوجك، وهي تقول ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسأل عن سلامته، منشغلة به صلى الله عليه وسلم وحريصة على سلامته ونجاته. فقالوا لها، تقول ما فعل رسول الله؟ قتل أخوك، ما فعل رسول الله؟ قتل أبوك، ما فعل رسول الله؟ قتل زوجك، من بقي لها؟ ومع ذلك هي تصر على أن تطمئن أولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا لها هو بخير، هو بحمد الله كما تحبين. فقالت أرونيه حتى أنظر إليه، يعني وكأن هذه الكلمات أيضا لا تريد أن تخبر وإنما تريد أن تعاين أن ترى. فقالت أرونيه حتى أنظر إليه، فلما رأته قالت ويا ويح ما قالت، قالت كل مصيبة بعدك جلل، يعني هينة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، طالما أنت بخير لا يضر ما أصابنا بعدك، طالما أنت كنت سالما يا رسول الله، كل مصيبة بعدك جلل،
أي بعد سلامتك كل مصيبة هينة. من هذا المنطلق الوجداني من الحب والولاء والتفاني تعلق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بنبيهم وتأسوا بقائد دعوتهم، لأنهم وجدوا فيه المثل الأعلى في كل شيء، لا سيما في المكارم الخلقية التي ملكت عليهم عقولهم ومشاعرهم. وهكذا ينبغي أن يكون الداعية وسط الناس. وأخرج أيضا ابن سعد في طبقاته وأحمد وغيرهما عن عبد الله الرومي قال: كان عثمان رضي الله عنه يلي وضوء الليل بنفسه. يعني إيه يلي وضوء الليل بنفسه؟ كان عثمان ابن عفان يلي وضوء الليل بنفسه. نعم، يعني هو يخدم نفسه بالليل. وعثمان كان في أي الوظائف؟ خليفة. فقيل له: لو أمرت بعض الخدم فكفوك، يعني لما لا تأمر الخدم أن يعينوك، أن يجهزوا لك الماء والوضوء، كيف يكون رده؟ فقال: لا، إن الليل لهم يستريحون فيه. إن الليل لهم، يعني لمن؟ للخدم، يستريحون فيه. لو كان عثمان واحدا من الطغاة في هذه الأيام، هل كان يفعل شيئا من ذلك بنفسه؟ هل كان خدمه يستريحون؟ لو كان بيصلي بالليل. وأخرج ابن سعد أيضا عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان قبل الخلافة تاجرا، وكان يحلب للحي أغنامهم. يعني أبو بكر الصديق من تواضعه أنه كان أحيانا يحلب للحي، يعني القبيلة التي هو فيه أو الحي الذي هو فيه، أغنامهم. فلما بويع بالخلافة قالت جارية من الحي: الآن لا تحلب لنا منائح دارنا. يعني خلاص طالما بقى إيه خليفة. فسمعها أبو بكر فقال: بلى، لعمري لأحلبنها لكم. واسمع للجملة القادمة، قال: وإني لأرجو ألا يغيرني ما دخلت فيه، اللي هو الإيه؟ الخلافة، عن خلق كنت عليه. فكان يحلب لهم: وإني لأرجو ألا يغيرني ما دخلت فيه عن خلق كنت عليه. فكان يحلب لهم. والله هذا الموقف يجعلني أتوقف كثيرا وأقول: بعض طلبة العلم ربما تجده قد تضخم في موقعه، أو ازداد مثلا من علمه، أو ازداد الطلبة حوله، فتنظر إليه عندما كان يبدأ في دروسه فلا يحضر له مثلا إلا من يعدون على الأصابع. هل هو مثل ما كان في أول دروسه أم تغير؟ يعني هذا الموقف أيضا ذكرني بموقف قريب كان تقريبا كان أمس، وكنا في معسكر، فحضر إلينا بعض نواب مجلس الشعب من حزب النور، فوضع الإخوة الطعام فلم يجد مكانا إلا الأرض، فجلس على الأرض يأكل. فقلت للإخوة: صور هذا المشهد، لو كان بعض أعضاء الحزب الوطني المنحل هل كان سيفعل ذلك؟ الغالب يعني. فهذا الرجل نعرفه ونعرف عنه البساطة والتواضع قبل أن ينجح في عضوية مجلس الشعب، فسررت والله جدا عندما رأيته يجلس على الأرض. يعني هناك أولاد أو أطفال في مثل عمر وسن أولاده، ومع ذلك جلسوا هم على الكراسي وهو لم يجد مكانا، ما أقام أحدا وإنما جلس على الأرض يأكل على الأرض مع إخوانه. فانظر يعني لهذه المواقف التي نتأسى فيها بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما تأخذهم الوظائف أو الخلافة لا تتغير أخلاقهم، ويظلون على ما كانوا عليه من التواضع وخدمة الناس والرأفة بالناس والشفقة بالناس ورحمة الناس رضي الله عنه وأرضاهم. وهل رأيت خليفة يحلب أغنام الناس؟ خليفة، يعني كم يكون تواضع الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وأخرج أيضا البخاري، وأخرج البخاري في الأدب المفرد عن صالح بياع الأكسية عن جدته قالت: رأيت عليا رضي الله عنه اشترى تمرا بدراهم أو بدرهم فحمله في ملحفته، فقال له رجل: أحمل عنك يا أمير المؤمنين؟ أشيل عنك أنت خليفة بقى أحمل عنك؟ فقال: لا، أبو العيال أحق أن يحمل، أبو العيال
أحق أن يحمل. وأخرج ابن سعد في الطبقات عن ثابت قال: كان سلمان الفارسي أميرا على المدائن، فجاء رجل من أهل الشام من بني تميم معه حمل تين، رجل معه تين يريد حمالا يحمل له هذا الايه هذا الشيء، وعلى سلمان سراويل عجمية وعباءة. فالرجل لما رأى هذه الثياب على سلمان ظنه حمالا، وهو كان ايه كان أمير يعني زي محافظ مثلا الإسكندرية مثلا، لكن هو يعني في ملبسه قريب من ايه من الناس، بل حتى ليس من الناس، بل حتى من ملابس الحمالين، يعني من ينظر إليه في ملبسه متواضع. فلما رآه الرجل كذلك ظنه حمالا، فقال له: تعالى احمل. يخاطب الايه الأمير، لأن بعض المحافظين نزل يتجول الآن في أسواقنا مثلا أو في شوارعنا، هل سنعرفه أم سيختلط الأمر علينا بوسط الناس بسبب ما يلبس؟ ونحن لا نحرم ما أحل الله، ولكن هذه كانت أخلاقهم رضي الله عنهم، ما كانوا يتصنعون وما كانت الدنيا لها قدر عندهم، أمور يسيرة أمور هينة. طب وحتى لما قال الرجل لسلمان تعالى فاحمل، كيف يرد سلمان؟ كيف سيكون رد سلمان؟ فحمل سلمان، تعالى احمل، فحمل، فرآه الناس، الناس رأت الأمير يحمل لرجل فعرفوه، فقالوا هذا الأمير، هم يخاطبون الناس هذا الايه الأمير. فقال الرجل: لم أعرفك، يعني عايز يقول له ايه مش بقى سامحني، ما اقصدش اي بقى، انت حط بقى قواميس الاعتذارات والخجل والحياء اللي هيحصل. قال: لم أعرف. قال سلمان: لا، حتى أبلغ منزلك، يعني أنا مش هنزل الحمل لحد ما أوصل فين المنزل، قد نويت فيه نية فلا أضعه حتى أبلغه بيتك. قال له: أنا عندما أمرتني أن أحمل نويت أن أخدم المسلم، فهذه نيتي لا أغيرها، قد نويت فيه نية فلا أضعه حتى أبلغه بيتك. وأخرج ابن عبد الحكم في سيرة عمر بن عبد العزيز أن عمر كان جالسا مرة مع بعض أصحابه، فغم على الحاضرين السراج، يعني إيه النور قرب يطفي يعني أو طفئ بالفعل، فقام عمر وأصلحه بنفسه، فقال له أحد الجالسين: لو نحن كفيناك المؤنة يا أمير المؤمنين. فقال عمر قولته الخالدة: قمت وأنا عمر ورجعت وأنا عمر، يعني هم يقولون له: نحن نذهب نفعل ذلك ونصلح السراج وأنت تستريح. لهم إيه الفرق؟ ذهبت وأنا عمر ورجعت وإيه وأنا عمر. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم عيينة بن حصن نزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر. من هو من الذي هم هو من النفر الذين يدنيهم عمر؟ عيينة أم الحر؟ انتوا سرحتوا تاني. لم قال ابن عباس: لما قدم عيينة ابن حصن نزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر. مين اللي من النفر؟ الحر بن قيس، وكان من قراء أصحاب مجلس أمير المؤمنين ومشاورته، يعني حتى مجلس الخليفة كان فيه قراء وعلماء، دول اللي هم مقربين من مين؟ من الرئيس. فقال عيينة لابن أخيه الحر: استأذن لي على أمير المؤمنين، يعني كأنه يجعله واسطة، لأن له مكان عند مين؟ عمر. وعيينة يريد أن يدخل على عمر ويجلس مع عمر، فاستأذن له، فلما دخل قال: هيه يا ابن الخطاب، زي واحد بقى إيه عايز يطلع بقى اللي إيه مليان بقى صدره، شايل عمر إيه جرائم كبيرة جدا، هيه يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل، يعني لا تعطينا ما نستحق من العطاء، ولا تحكم بيننا بالعدل. تلاقيش اللي عمر وتقول له تحكمش بالعدل الذي يضرب به المثل في العدل، قال: ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر وهم أن يوقع به كان من يجلس الحر بن قيس، فقال: يا أمير المؤمنين، إن الله يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. الآية عملت إيه في عمر؟ ك
كان وقافا عند كتاب الله قال فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، كان وقافا عند كتاب الله عز وجل. شوف بعض الإخوة دلوقتي لما يندفع في أي خناقة ولا حاجة فتقول له قال الله تعالى قال رسول الله لك قال الله إيه، هو عايز إيه؟ يعني نخلص وبعد كده يبقى نشوف قال الله عنده. يعني كان وقافا عند كتاب الله يسمع الآية يتوقف انتهى الأمر. وذكر ابن قدامة في كتابه مختصر منهاج القاصدين أن زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنهما خرج مرة إلى المسجد فسبه رجل، وهذا من آل البيت وله المكان العليا والقدر العظيم في نفوس الناس، سبه رجل فقصده غلمانه ليضربوه ويؤذوه، هيدفعوا بقى عن مين؟ عن علي بن الحسين. فنهاهم زين العابدين وقال لهم كفوا أيديكم عنه، ثم التفت إلى الرجل وقال يا هذا أنا أكثر مما تقول. شوف التواضع، يعني هو الرجل يسبه فيقول له أنا أكثر مما تقول وما لا تعرفه مني أكثر مما عرفته، فإن كان لك حاجة في ذكره ذكرته لك. يعني عايز يقول له عايز تاني، أنا عندي كتير من اللي أنت بتقوله ده أقول لك كمان. ها؟ ثم لما قال له ذلك خجل الرجل واستحيا، فخلع زين العابدين قميصه وأعطاه له وأمر له بألف درهم. تخيلين الموقف، فكيف بمن يحسن إليه؟ ماذا سيفعل معه إذن؟ فمضى الرجل وهو يقول أشهد أن هذا الشاب من ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهد أن هذا الشاب من ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نريد أن يقول الناس عنك نشهد أن هذا من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما تتعامل في الناس بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا في المختصر أن غلامه غلام علي بن الحسين كان يصب له الماء بإبريق مصنوع من خزف اللي هو الطين يعني المحروق، فوقع الإبريق على رجل زين العابدين فانكسر وجرحت رجله، فقال الغلام على الفور يا سيدي يقول الله تعالى والكاظمين الغيظ. حتى الخدم يعرف كيف يدخل لقلب هذا الرجل، كيف يتعامل معه، يعرف أن القرآن والسنة أكثر ما يؤثر فيه. أول ما حدث هذا الموقف الأبريء وقع على رجل علي زين العابدين ورجله اتجرحت والبتاع اتكسر، أول حاجة يقول له الكاظمين الغيظ، فقال زين العابدين وكظمت غيظي. ثم أكمل الغلام فقال والعافين عن الناس، فقال عفوت عنك. ثم أكمل والله يحب المحسنين، فقال أنت حر لوجه الله. أين العقوبة أصلا وأين رد الإساءة؟ ما فعل شيئا من ذلك. وجاء في كتاب تربية الأولاد دكتور عبد الله نصح علوان رحمه الله عن بعض من كان عند المأمون أنه نادى الخادم يوما، يعني بعض من كان يجالس المأمون والمأمون كان خليفة، فنادى المأمون الخادم يوما يا غلام، فلم يجبه أحد. ثم نادى ثانيا وصاح يا غلام، المفروض أن الغلام ده يبقى إيه؟ ها؟ طواعية الخليفة تحت رجله، مش هيستنى ما يرن الجرس حتى، يا غلام كان إيه؟ يجي مباشرة. ده نادى عليه كم؟ أنت بتخيل هيعمل اللي فيه لما يجي؟ ومين الغلطان طيب، الخليفة ولا الغلام؟ يا غلام. فجاء فدخل غلام تركي وهو يقول أما ينبغي للغلام أن يأكل ويشرب؟ كلما خرجنا من عندك تقول يا غلام يا غلام، إلى كم يا غلام؟ يزعق لمين؟ والله هل يستطيع وزير حتى أن يفعل ذلك مع الرئيس؟ تخيل، يعني وكلام فعلا منطقي، يقول له أما ينبغي للغلام أن يأكل ويشرب، يعني كأنه في هذا الحال كان إيه؟ يأكل ويشرب، ماذا يفعل؟ أما ينبغي للغلام أن يأكل، كلما خرجنا من عندك تصيح يا غلام يا غلام، إلى كم يا غلام؟ فماذا فعل المأمون؟ نكس المأمون رأسه طويلا. يقول الراوي ما شككت في أن يأمرني بضرب عنقه، خلاص قالوا ده ميت خلاص. ثم نظر إلي فقال يا عبد الله، اللي هو عبد الله بن طاهر راوي القصة، إن الرجل إذا حسنت أخلاقه ساءت أخلاق خدمه، فاهمين؟ لا ده المأمون اللي بيقول نفسه،
مش هو مش عبد الله بن طاهر. فقال المأمون: يا عبد الله، إن الرجل إذا حسنت أخلاقه ساءت أخلاق خدمه. طب إيه الحل؟ هو هيكمل اهو: وإن لا نستطيع أن نسيء أخلاقنا لنحسن أخلاق خدمنا. قال له: مهما يكون أنا مش هسيء إيه الأخلاق بتاع، حتى لو هو أخلاقه إيه سيئة. الله المستعان. وجاء أيضا في كتاب المقدسي أن رجلا شتم عدي بن حاتم أو عدي بن حاتم وهو ساكت، فلما فرغ من مقالته قال له عدي: إن كان بقي عندك شيء فقل قبل أن يأتي شباب الحي، فإنهم إن سمعوك تقول هذا لسيدهم لم يرضوا. يعني كأنه يقول له: إيه يعني، خلص هات الإيه، لو في عندك شتيمة تاني قول قبل ما نوصل لفين. للحي. الحي طبعا لو دخلت معروف الشيخ فلان ده معروف فين، في المكان بتاعه. لما يلاقي، لما الناس تلاقي واحد عمال يشتم فيه خلاص يعني مات هذا الإنسان. قال: إن كان عندك شيء من ذلك فهلم به قبل أن يأتي شباب الحي، فإنهم إن سمعوك تقول هذا لسيدهم لم يرضوا. أحبتي في الله، هذا غيض من فيض مما ذكره التاريخ في كريم مآثرهم وجميل محامدهم، وقد تحقق في الرعيل الأول من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إقامة المجتمع الفاضل الذي كان يحلم به المفكرون والفلاسفة منذ القدم. وكيف لا وهم قد عاينوا عصر الرسالة النبوية، فارتشفوا من معينها العذب وارتووا من سلسبيلها الصافي. وكيف لا والقاضي يجلس بينهم سنتين لا يختصم إليه اثنان. القاضي يجلس ليحكم بين الناس سنتين لا يأتي اثنان للخصومة فيما بينهما. وكيف لا وقد حققوا فيما بينهم معاني الأخوة الإسلامية في أجلى معانيها. وكيف لا وقد جعلوا القرآن لحياتهم هدى ونورا، ومبادئ الإسلام لمعاملاتهم منارا ونبراسا. يقول ابن مسعود، وهي من أصدق الكلمات التي تبين أو تصف هذا الجيل بصدق، يقول: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا. اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم، مش سبوهم واشتموهم زي الشيعة، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم أو على الهدى المستقيم. وما زالت الأجيال المسلمة بحمد الله تعالى في كل زمان ومكان يرون في جيل الصحابة ومن تبعهم بإحسان القدوة الصالحة في الصدق والأمانة، في الحلم والعفو، في التواضع والتياسر، في الكرم والسخاء، في الملاطفة ومكارم الأخلاق. وما زال العلماء والدعاة وحملة الرسالات في كل عصر وجيل يستقون من معين فضائلهم ويستضيئون بنور مكارمهم وينهجون في الخلق القويم نهجهم ويسيرون في بناء المجد لكونهم خير القرون هديا وأفضل القرون قدوة. أخي الحبيب، هذه إشارات لما ينبغي أن يكون عليه الداعية فيما يتعلق برجاحة العقل وسماحة النفس، رحابة الصدر وسماحة النفس. تتحلى بالصدق لتكون في المجتمع من الصديقين الصالحين، تتحلى بالأمانة لتكون في الأمة من المؤتمنين الموثوقين، تتحلى بالحلم لتجذب إليك قلوب الشاردين الحائرين، تتحلى بالتواضع لتملك به نفوس الناس أجمعين، تتحلى بخلق الكرم ليتأسى بك تلامذة الدعوة من الشباب المخلصين. ما أعظم الأخلاق وأثر الأخلاق في الناس، لربما أثرت أكثر مما تؤثر مئات الدروس أو خطب الجمعة. ربما تأثر الناس بأخلاق الداعية ومعاملات الداعية أكثر من دروسه وكلامه وخطبه ومواعظه، وهذا ما نريده في الدعاء إلى الله عز وجل. وكانت هذه الصفات كما ذكرت لكم في أول هذه الدروس معالم ومقومات النجاح في تكوين الداعية. بدأناها بالحديث عن التميز الإيماني، وأن تكون لك صلة قوية بالله عز وجل،
يتمثل ذلك في حرصك على الفرائض وإتقانها، والاجتهاد في الاستكثار من النوافل حتى تحصل محبة الله عز وجل. فإذا حصلت حب الله وضع الله عز وجل حبك في قلوب الناس، ثم يوضع له القبول في الأرض، فسهل عليهم أن يقبلوا بعد ذلك قولك وتوجيهك ونصحك. ثم تكلمنا عن الرصيد العلمي والزاد الثقافي كمنطلق ينطلق منه الداعية إلى الله عز وجل، لأنه يصحح المفاهيم ويعلم ويرشد ويوجه ويؤدب، فهذا كله يحتاج لزاد ويحتاج لثقافة واسعة. ثم تكلمنا عن رجاحة العقل وقوة الحجة حتى لا يضيع ما حصله الداعية، وحتى لا يفسد أكثر مما يصلح. ثم ختمناها برحابة الصدر وسماحة النفس. في المرات القادمة نستكمل مسيرتنا إن شاء الله تعالى مع صناعة الداعية، والحديث عن الدعوة الفردية وكيف تدعو فردا إلى الله عز وجل، وكيف تتابعه، وما مراحل الدعوة الفردية، وكيف تنجح في جذبه مما هو فيه من المعاصي إلى صراط الله المستقيم، والحديث عن باقي العناصر التي ذكرتها لكم. ونحن نتكلم عن معلم من معالم التغيير والإصلاح، وهو الدعوة إلى الله عز وجل، في ضوء قوله تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يستعملنا في خدمة دينه ونصرته، وأن ننصر الإسلام ويعز المسلمين، وأن يحقن دماء إخواننا في سوريا، وأن ننصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.